الله عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم أبو بكر أمين. أهلا وسهلا بيكم في تاني محاضرة من كورس ماتش. فلو أنت مهتم بتعليم الإنجليش ومراجعة أساسيات وقواعد الإنجليش، كمل معايا الفيديو. يلا بينا نبدأ. بالله عليكم بالله عليكم اعملوا لي سبسكرايب ولايك، وقبل ما تخرجوا من الفيديو قولوا سبحان الله. باي. هنبدأ الفيديو النهاردة بمجموعة كلمات جميلة جدا، عايزك تراجعها معايا، هتظهر قدامك كلها عن الفود. وطبعا احنا اخدنا منها يعني حاجات كتير جدا وتعلمناها بس بننسى، فخليك معايا وراجع. وطبعا قبل ما تبتدي خليك فاكر انا بحتاج منك ايه؟ بحتاج منك pencil and a notebook، قلم رصاص او اي قلم وكراسة تكتب فيها وتراجع معايا. نبدأ اول حاجة الجزر carrot، التفاح apple، البرتقال اورنج، الطماطم توماتو، الموز بانانا، الفراخ تشيكن. وطبعا الاسماك مفرد او جمع فيش، الميه ووتر، ودي فاكهه الكيوي اسمها بالعربي زي ما بنقولها بالانجلش زي ما بنقولها بالعربي. في كمان البيضة ايج، جبنة تشيز، الزبادي يوغرت، وفي عندنا ووتر ميلون، البطيخ، كوكونات اللي هو جوزة الهند. المحاضرة اللي فاتت بدأنا من كورس ماتش مراجعة النمبرز والألفابت رايتنج اي بي، وطلبت منكم ان انتوا تكتبوا اي بي وتراجعوا الارقام، وعلمتكم ازاي تقروا الارقام وعملنا مراجعة سريعة. النهاردة ان شاء الله هنتعلم ازاي نستعمل الفعل المضارع صح في الانجليش مع زمن اسمه البريزنت سيمبل. وزمن البريزنت سيمبل ليه استخدامات بسيطة جدا، بس عايزك تكمل معايا الفيديو وتعالى هنقلك على البورد ازاي نشرح البريزنت سيمبل ونعمل اكسرسايز، فكمل الفيديو للنهاية. البريزنت سيمبل تنس المضارع البسيط، بتتعلم زمن البريزنت سيمبل من وانت في ابتدائي، يعني من حضرتك او حضرتك في ابتدائي بتتعلمه زمن اسمه بريزنت سيمبل المضارع البسيط. ودايما بيبقى في بداية كل ترم مراجعة على الزمن ده ويزود لي معلومة جديدة في الاستخدام بتاعه. سأعتقد ان معظم منكم نسي ايه هو البريزنت سيمبل، واللي فاكر بيستسهل وبيقول لنفسه انا مش عارف هفضل اتعلم البريزنت سيمبل ده لحد امتى. هو فعلا بسيط، زمن مضارع بسيط، بس بيلخبط بعض الناس وبيوقعهم في مشكلة لما يجوا يحلوا تدريبات. تعال بقى نتعلمه بالتفصيل واحدة واحدة عشان نبقى كويسين في البريزنت سيمبل tense. ايه هو زمن البريزنت سيمبل؟ هو زمن المضارع البسيط. شكله بيبقى عامل ازاي؟ زي ما بنشرح اي تنس، اول حاجه بنتعلمها شكل الفعل بيبقى عامل ازاي. المره دي بقى البريزنت سيمبل هو فعلا سيمبل بسيط جدا، لان شكل الفعل في وجود اي او زي او وي او يو بيبقى الفعل على طول انفينيتيف بدون اي اضافات، مصدر بدون اضافه. لكن في حاله وجود هي أو شي أو إت في بداية الجملة، هنا بقى بحط للفعل إضافة من الإضافات اللي قدامك دي، يا إس يا إي إس يا أي إي إس. ومش بمزاجك، في فرق ما بين كل إضافة بتتحط. تعال أعلمك إمتى كمان تحط الإضافات دي في وجود هي وشي وإت. لقيت هي وشي وإت قدامك، حط للفعل إس أو إي إس أو أي إي إس. إمتى أحط إي إس؟ أحط الإي إس لو لقيت الفعل بينتهي من الحروف اللي أنا حطيتها لك حوالين الإي إس، اللي هي الـ SH والـ CH والـ double S والـ X والـ O، كمان الـ Z. كمان في المراحل المتقدمة هتتعلم ان الافعال اللي اخرها Z بتحط لها ES مع الـ present simple. طيب ايه الـ IES؟ امتى احطها؟ احطها لما يكون الفعل بينتهي بحرف الـ Y وقبليه حرف ساكن، زي الفعل اللي ظهر لك ده، الفعل cry. طيب تعالى نتعلم كده مع بعض ايه هي الحروف الساكنة.
وايه هي الحروف المتحركه. بس قبل ما نقلب البيج دي ناكد عليك، امتى هحط اس او اي اس او اي اي اس في وجود هي او شي او ات؟ اتعلمت امتى تحط اي اس وامتى تحط اي اي اس. لو ما لقيتش الحالتين دول اكيد هتحط الفعل اس بس. طيب الافعال اللي انا بحط لها اي اي اس زي الفعل كراي، انت مثلا قلت لي الفعل كراي فعل ينتهي بحرف الواي وقبليه حرف ساكن، ايه هي الحروف الساكنه؟ الحروف الساكنه هي الحروف اللي مش متحركه. ولو نسيت ايه هي الحروف المتحركه، تعال افكرك بس خلينا ناخد اكزامبل. الاكزامبل بيقول I get up early every day، بصحى بدري كل يوم. الفعل اهو في بدايه الجمله جاي I، فالفعل في المصدر بدون اي اضافه، الفعل يستيقظ get up زي ما هو. في وجود اكزامبل تاني، في وجود بدايه الجمله ذا بيبي، the baby cries every time، الطفل دايما بيقعد يعيط. في وجود he او she، the baby ده ممكن يكون ولد او بنت، he او she. هحط بقى للفعل هنا يا اس يا اي اس يا اي اي اس، وعشان طبعا الفعل cry بينتهي بحرف الواي وقبليه ساكن حطيت اي اي اس. واللي لسه متلخبط ما بين الحروف الساكنه والمتحركه افكرك اقول لك ان الحروف المتحركه اهي ظهرت لك، افتكرها، كانت بتعمل لك شكل السمايل فيس، الاي والاي والاي واليو والاو، الخمس حروف دول هم الفاولز، الحروف المتحركه. الحروف اللي مش من الخمسه دول بيبقى اسمهم الحروف الساكنه. وكلمه كراي كان قبل حرف الواي حرف الار، وده حرف ساكن، عشان كده حطيت اي اي اس، يعني شلت الواي وحطيت اي اي اس. امتى بقى استخدم البريزنت سيمبل؟ الاستخدامات بتاعته مهمة جدا جدا، اعرفها. اهم استخدامين ليه هو استخدامه مع الفاكتس، مع الحقائق، او مع الهابتس، العادات. الفاكتس هي الحقائق، سواء كانت حقائق كونية او حقائق علمية، حاجة بتحصل بشكل ثابت في الكون، الشمس تشرق صباحا تغرب في المساء، حقائق علمية لما اخلط لون احمر بلون اصفر يطلع لي لون اورنج. واستعمله كمان البريزنت سيمبل مع العادات المتكرره بشكل روتيني، عادات الروتينيه، بصحى الساعه 7 بروح المدرسه الساعه 8 برجع البيت الساعه 3 بنام الساعه 12 11 بالليل، كل يوم خميس بروح العب مثلا بلاي ستيشن مع زمايلي، بزور جدتي او جدي يوم الجمعه، دي اسمها هابتس، عادات ثابتة أو عادات روتينية. ناخد examples عليها. أول example بيقول he، في وجود he بقى هضطر أحط للفعل يا اس يا اي اس يا اي اي اس. he usually walks to school، حط للفعل هنا اس لأن هو بينتهي بحرف الكي. طيب example تاني بيقول the sun shines in the morning، الشمس تشرق صباحا. the sun ممكن استبدلها بالضمير ات، يعني هنا بدايه الجمله ات، هضطر احط للفعل يا اس يا اي اس يا اي اي اس، الفعل هنا اصلا بينتهي بحرف الاي فهحط له اس بس. اكزامبل كمان، هي واتشز تي في ات نايت، بيتفرج على التلفزيون بالليل. الفعل واتش اخره سي اتش، ولان بدايه الجمله هي هروح للفعل واتش واحط له اي اس. طبعا تقدر توقف الفيديو وترجع تذاكر وتحفظ ايه هي الحروف اللي بتحتاج في اخرها اضافه الاي اس وتكمل تاني. اكزامبل كمان، she always carries the bags for her mom، بيقول هي دايما بتشيل الشنط لمامتها، بنت متعاونه جميله، بتشيل الشنط دايما لمامتها. الفعل carry هو فعل يحمل ينتهي بحرف الواي وقبليه ساكن، فهنا شلت الواي وقلبتها لاي اي اس لان بدايه الجمله شي. عايزين نثبت ايه هي استخدامات زمن البريزنت سيمبل، قلنا مع الفاكتس ومع الهابتس. في كلمات بقى عندنا بالانجلش اسمها adverbs of frequency، كلمات تفيد التكرار او ظروف التكرار. الكلمات دي هي ايه؟ هي موجوده قدامك والسهم بيحاول ان هو يعني يفهمك معنى الكلمه، اشاره ليها. كلمة always دائما، عادة usually،
غالبا، often، احيانا او في بعض الاوقات، sometimes، وابدا الفعل ما بيحصلش، مش موجود خالص، never. الكلمات دي موجودة وبتستعملها مع زمن الـ present simple، وهعلمك ازاي تستعملها، تحطها قبل الفعل ولا بعد الفعل. بنسأل على الـ adverbs of frequency، الكلمات اللي هي تفيد التكرار، بنسأل عليها بأداة استفهام اسمها how often، معناها كم عدد المرات اللي انت بتعمل فيها الفعل ده، الفعل ده بيتكرر معاك قد ايه. وطبعا لما بتيجي تجاوب بتستعمل الكلمات اللي انا لسه كنت بعلمها لك. تعال نراجع عليهم تاني مع بعض. always دائما، و usually عادة، و often غالبا، و sometimes من وقت للتاني او من حين لاخر، احيانا، و never الفعل ما بيحصلش ابدا. examples، امثلة توضح لك الموضوع. he usually walks to school، هو عادة بيمشي للمدرسة. she is always late، هي دايما بتكون متأخر. ده exercise، read and correct the underlined words، هتقرأ وهتصحح الجزء اللي فيه مشكلة أو الكلمة اللي تحتها خط. عندك 1 2 3 4 5 6، هتوقف الفيديو، تحل الأسئلة بتاعتك، وبعد كده تكمل الفيديو تاني عشان تستفاد للآخر. وطبعا في أسئلة مجاب عنها في نهاية الفيديو عشان تختبر نفسك، والمجموعة اللي بتتابع معايا وبصحح لها طبعا هتحط الإجابات بتاعتك وهتكتبها عشان هصححها لك. واللي مش معانا أو مش مشترك طبعا في القناة تقدر تشترك وتكتب لي في الكومنتس، وانا هصحح لك اول بأول. تعال نحول بقى على صيغة النيجيشن، صيغة النفي. ازاي انفي بشكل صحيح الـ present simple؟ بتستخدم don't او doesn't، وحط لي بعدهم الفعل infinitive في المصدر بدون اضافات. اقرأ معايا اول مثال. he walks to school، هو بيتمشى للمدرسة، عنده عادة بيتمشى للمدرسة. حبيت انفيها he doesn't walk، الفعل في المصدر بعد don't و doesn't. He doesn't walk to school. الملحوظة اللي بقول لك عليها دي خد بالك منها، إن verb to be بينفي نفسه، ما بينفعش تروح تجيب له فعل تاني تنفي بيه. بص الإكزامبل هنا، she is happy، عايز أنفيها، مش هقول don't والمصدر أو doesn't والمصدر زي ما عملت فوق. verb to be بكل أشكاله بينفي نفسه، she is happy انفيها، she isn't happy. ده شكل النيجيشن. هنحتاج بقى نعمل تدريبات كتير على الـ present simple عشان ما نتلخبطش فيه. نطلع بريك بسيط ونرجع تاني. السؤال اللي عايزك تسأله لنفسك بقى، هي ظروف التكرار اللي أنا لسه كنت متعلمها من ثواني، sometimes و always و never، مجموعة الكلمات اللي تفيد تكرار الفعل، ازاي استخدمها؟ هل دايما هحطها قبل الفعل؟ منهم بعض الكلمات ممكن تستخدمها في اول الجمله او في اخر الجمله، زي كلمه sometimes. عندنا example بيقول he plays football، sometimes he plays football، او يقول he plays football sometimes، سواء جت في اول الجمله او جت في اخر الجمله صحيحه. وطبعا لو حطيتها هنا برضو قبل الفعل صحيحه، يعني اقدر اقول he sometimes plays football. كمان كلمة every week، every day، every month، every year، every أي وقت تقدر تستخدمها في بداية الجملة أو في نهاية الجملة. example هو بيقول لنا every week he visits his uncle، وأقدر أحطها برضو في آخر الجملة وأقول he visits his uncle every week. صيغة الاستفهام، ازاي اعمل interrogative، صيغة الاستفهام ازاي اعملها في الانجليزي مع زمن الـ present simple؟ نبدأ بأول سؤال، السؤال السهل، السؤال بهل. هل في أداة استفهام اسمها هل؟
احنا عندنا أداة استفهام اسمها هل، ما عندناش أداة استفهام اسمها هل، فببدأ بالفعل المساعد للجملة، وطبعا هنا هستخدم فعل مساعد دو أو داز في المضارع، لأن زمن الزمن اللي بنتعلمه النهارده بريزنت سمبل. فهسأل أقول دو، وبعد كده الفاعل سواء كان اسم أو ضمير، وعندنا اكزامبل أهو، بسأل واحد هل أنت بتتكلم إنجلش؟ Do you speak English؟ هيجاوب بيس إجابة مختصرة، هيقول yes I do أو no I don't. طبعا هستخدم does في وجود he she it. Example بيقول does she cook well؟ إجابة مختصرة بيس، yes she does، no she doesn't. إزاي أعمل طيب سؤال ليه أداة استفهام؟ هنستخدم أداة الاستفهام. الناس بقى اللي ما بتعرفش تكون سؤال وبتتلخبط فيه بيحصل له مشكلة في الديالوج. كان في فيديو مراجعة قبل بداية العام، قبل ما تبتدي الفيديوهات اليونتس بتاعت المنهج بتاعتنا، كان في فيديو مراجعة بيعلمك ازاي تعمل سؤال صحيح. يا ريت تبص على فيديوهات المراجعة دي، اكيد هي موجودة في القائمة بتاعت المرحلة بتاعتك. القناة بتاعتنا متقسمة بلاي ليست، هي متقسمة قوائم، اولى اعدادي، تانية اعدادي، تالتة اعدادي، اولى ثانوي، تانية ثانوي، تالتة ثانوي. المحتويات بتاعت القناة موجودة في البلاي ليست. ايا كان المرحلة اللي انت فيها في اعدادي، هتلاقي في القائمة بتاعت المرحلة بتاعتك الفيديوهات اللي فيها المراجعة قبل بداية العام. الفيديوهات دي يا ريت تقعد تجيبها من اولها لاخرها، هتفيدك جدا جدا، وهتتعلم ازاي تعمل سؤال ومش هتتلخبط في اسئلة الديالوج تاني. تعالى بقى نشوف هنا في البريزنت سمبل هنعمل السؤال ازاي. احنا كنا بنراجع وبنقول اداه استفهام وفعل مساعد والاسم او الفاعل او الضمير. اداه استفهام، فعل مساعد، والفاعل. اداه الاستفهام هنا في سؤال اهو ب what، والفعل المساعد do او does طبعا. What do you study في اول example؟ What do you study؟ I study English. ولو في هي او شي او ات في الكويستشن هستخدم داز طبعا. بنسال هنا بنقول هي فين؟ وير داز شي جو؟ شي جوز تو ذا بارك. ممكن ناخد اكسرسايز، وريني كده شطارتك هتعمل ايه في الاكسرسايز ده. ودي باقي اسئله الكوريكت اللي كنا اشتغلنا فيها من شويه، برضو هتوقف الفيديو وبعد كده تحل وانا هصحح لك، واللي مش مشترك معايا طبعا اشترك في القناه واكتب لي في الكومنتس وانا هصحح لك واشوف انت صح ولا غلط. عندنا اكسرسايز مجاب عنه عشان ما ينفعش تدرس من غير ما يبقى فيه تطبيق على اللي انت بتدرسه. تعالى نبدا الاكسرسايز. نمبر 1 بيقول the bus stops near my house. طبعا never، لقال never excellent، never stops near my house. اللي عايز يعمل هنا نفي ب doesn't، doesn't بتخلي الفعل بعدها infinitive طبعا، احنا اتعلمنا كده. واللي بينسى خليك فاكر الفعل ده احنا بنسميه ايه؟ العيلة بتاعت do، do، does، did. اللي عندهم مكنسة كهربائية كبيرة بتشيل الاس، تشفط الاس والاي اس والاي دي، واي زيادات في الفعل بتتشال. عشان كده ما ينفعش استخدمها هنا، لان الفعل stops في اس. لكن never مش هتأثر طبعا وتنفي الجملة مظبوط جدا. Number 2 we swimming on Fridays. We، هل هتحتاج اس في الفعل؟ لا طبعا. Letter A go. Number 3 الأسئلة اللي قدامها WB بتبقى جاية من الورك بوك، والأسئلة اللي فيها SP دي جاية من الستودنت بوك. وفي أنا حاطط لك قدام كل سؤال كمان عشان أنا مجمع لك الأسئلة دي من محافظات كويسة جدا، إيه المحافظة اللي جاية فيها، فأسئلة مهمة. خلي بالك سؤال نمبر 3 جاي من الورك بوك. هاني loves basketball. He ate every day. طبعا he plays، محتاج اس he she it، بعمل اضافة اس للفعل. Number 4 نبيلة
like cooking. عمل نفي بإيه هنا؟ نبيلة دي شي. excellent اللي قال doesn't. number five. how does Sammy when his dad is at home؟ does موجودة في الكويستشن حتى لو سامي، بس خلي بالك في does تجبرك ان الفعل يبقى infinitive. letter A feel، كيف يشعر. number six. I don't to music، وجود do أو does حتى لو ما فين don't أو doesn't بيجبرك، بيشغل المكنسة يخلي الفعل infinitive بدون أي إضافات. I don't listen to music. تعال ننقل على مجموعة تانية من الأسئلة. number seven. Hedy and I the full mark in English. إزاي أستخدم الـ adverbs of frequency؟ الكلمات اللي كانت بتفيد التكرار usually و sometimes و never، المجموعة دي إزاي أستخدمها هنا؟ هادي أند أي استخدمهم قبل الفعل، وطبعا الفعل هنا مش هيحتاج له إس أصلا، هتبقى usually get و excellent اللي قال كده. number eight. where does your friend does موجودة، هتخلي الفعل live في المصدر. number nine. the sun us heat and light، تدينا الشمس والحرارة، والشمس دي حاجة غير عاقل، كأن بداية الجملة كأن موجود it، تحتاج طبعا s في الفعل. letter A gives. number 10. over a billion people Chinese as their first language، بيتكلموا صيني، ناس كتير بتتكلم صيني على أساس إن هو اللغة بتاعتهم الأولى اللي بيتحدثوا بيها. they speak، ناس كتير يعني زي speak. letter A. number 11. she always to her work early، بداية الجملة طبعا she، وهحط للفعل هنا yes she goes. number 12. I don't early on holidays، مش بصحى بدري في الأجازات. don't موجودة، بتخلي الفعل بعدها، بتشغل المكنسة عليه، ترفع أي إضافات، عمال أكرر فيها وما تزهقش مني عشان عايزك تتعلم وتبقى كويس. I don't هيجي بعدها الفعل infinitive. excellent اللي قال get up. number 13. she her hands three times a day، تغسل إيديها ثلاث مرات في اليوم قبل الأكل، ودي عادة طبعا المفروض ما نستغناش عنها. she washes. letter B. number 14. which sport Yusuf like to do، which sport does Yusuf like to do. number 15. we all our country love. number 16. my uncle new buildings in our city. ده هي my uncle، ده هي كأن الجملة بدايتها هي بالظبط، هحط الفعل إضافة الاس builds. تمام كده، يبقى خلصنا تاني محاضرة من كورس ماتش. راجع زمن الـ present simple كويس، انتظرني في فيديو جديد. الله عليكم ورحمة الله وبركاته.